بنوها بشكل مباشر. صحيح ان قوات متابعه تشغل مع دروعها ولكن عددها جدا قليل هون، وبالتالي عم تحاول ترد الحجاره عنا وعم تحاول مو بعد اذا بيعدوا على هذا الظهير. القنابل الدخانيه عم تتصرف بتصرفات عن جد مش عم تنزل هلا لانه عم تنزل احيانا من قبل قوات متابعه تشغل أحيانا مرجوع المجموعات المحتجة وبالتالي عم بيؤدي هيدا الشيء إلى هيدا الشخص حينما عبر اتجاه إذا عم نشوف هذا الشخص حينما عبر اتجاه